وبيستغله. ولذلك كده بتذكروا أنا سبق قلت لكم هون إنه المنجد في اللغة العربية والأعلام, وهو من أشهر الكتب الآن منتشرة في الأسواق, المنجد ما هو اللي كاتبينه قساوسة. فيوم عم بتبع في موضوع قضية الطلقاء, وبتعرفوا هذا منجد في اللغة العربية, يعني شو هم الطلقاء, وإذا به بقول الذين أدخلوا في الإسلام كرها. يلا هو أكبر, أنت عربي ولا تاريخ؟ هاي واحد. أنت عرب ولا تحكوا عربي؟ هذا معجم, هذا مش معجم تاريخي, هو مش في الأعلام عم بتحدث. وبعدين مين قال إنه أدخلوا في الإسلام كرها؟ طب ما هو أصلا صفوان بن أمية بقي مشرك بعد الفتح, مين قال أدخلوا في الإسلام كرها؟ وين تصارت؟ هو بالعكس الرسول قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء, مش أسلموا, هم ما أسلموش لما قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء, ما كانوش مسلمين يعني. شفتوا لما الدخلات هاي, وهاي دخلة منهن. طيب وإذا بها هالدخلة هاي, هذه اليهود سعر اليهود مروجين لها من زمان, فوجدت أنه الرازي 606 هجري